فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول: أنا فتاة من الجزائر، ويريد أبي أن يزوجني شخصا يعيش في فرنسا وهو مسلم. سؤالها: هل يجوز لي أن أطيع أبي في الزواج من هذا والسكن في فرنسا وترك الجزائر؟ الله، تخلصين أنت وأباك، أقنعيه ولا يعني بيني له، وليس له أن يجبرك على ما لا ترغبين ولا ترضين. نعم، هذه قاعدة. نعم.